تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لكل الفائزين بالمراكز المتقدمة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لكل زملائي على التواصل، وهي انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة والعطاء، انطلاقة شوطنا التاسع في مجموعة أشواط يوم التميز هنا على أرضية هذا الميدان. فقط يقام هذا السباق لمسافة 4 كيلومترات، مسيرة شوط خاص باللقاية أبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان. نتابع هنا الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة والصدارة الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عمر بن مطار بن لاحج الهايري في التضمير. مرة على المركز الثاني، المرة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن علي السوداني في تضميرها. وعلى المركز الثالث تأتينا الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع تيك بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الرابع تتواجد الشاهينية لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى وناصر بن عبد الله المدهوشي في التضمير. وعلى المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات شواهين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز السادس تتواجد هنا الخوارة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن مسهر بالقبع في تضميرها. وعلى المركز السابع تأتينا السلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ملكيتها، وفي تضميرها عمر بن مطار بن لاحج الهايري. وهنا الكدرية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على ثامن المراكز مع السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي في تضميرها. وهنا الظبي قادمة، الظبي من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير ثامن تاسعا. وفي المركز العاشر، المركز العاشر تأتينا بهذه الانطلاقة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة المضمر مشاهدينا الكرام يمعى بن خميس الغويص للشاهينية. هذه هي النتائج للمراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ذعناها على حضاراتكم. وهناك المرة من غيرت على صدارة على المقدمة على المركز الأول، المرة لسمو الشيخ سيف سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن علي السوداني في تضمير المرة على صدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية على ثاني المراكز سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، هو في التضمير عمر بن مطار بن لاحج الهايري. ووصلت الطيارة، الطيارة ومتى بنقول طارت الطيارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عتيق بن سالم بالعرط الحميري في تضميرها. وعلى المركز الرابع شواهين في رابع المراكز، شواهين على رابع المراكز في هذه اللحظات الهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الخامس، خامس المراكز سلهودة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة عمر بن مطر بن لاحج الهايري. وعلى المركز السادس تأتينا هنا الشاهينية لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى ناصر بن عبد الله المدهوشي في التضمير. والظبي، الظبي تتسلل من موقع الى موقع في هذه اللحظات او تدقل من الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهناك ايضا نعم كما توقعت الظبي والشاهينية قادمات بكل اداء جميل من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع الكيلومتر الاخير، كيلو التحدي
كيلو الصراع، كيلو الإثارة، كيلو البقاء، والبقاء دائما وأبدا للأقوياء. الكيلومتر الأخير من ندخل فيه، البصر يتعلق والخشاش يطيح في الكيلومتر الأخير. هنا الصدارة، هنا المقدمة والمركز الأول، وأرى الهجوم، ولكن الشاهينية الصامدة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. والله لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري في التضمير وعلى المركز الثاني. الله، شواهين 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 من تتسلل من الجانب الآخر، شواهين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تبقى النقطة الثالثة لهجن العاصفة، والنقطة الرابعة لهجن العاصفة في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية التميز للمتميزين على أرضية هذا الميدان عبر دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث الجميل. إذا شواهين تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم على فوز شواهين بالمركز الأول. وهناك أيضا الشاهينية أيضا من هجن العاصفة المركز الثالث، الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن المكتوم، المركز الرابع الظبي من هجن العاصفة، المركز الخامس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن المكتوم، المركز السادس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن المكتوم، المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن المكتوم، المركز الثامن لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الهيان، تاسعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وعاشرا هنا ايضا التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ولحظة الوصول إلى خط النهاية من قبل شواهين، 6 دقائق 10 ثواني، جزئين من الثانية التوقيت الزمني لسجلت شواهين. تهنينا لهجن العاصفة، تهنيتنا لحمد بن راهد بن حمد بن غدير، 6 دقائق 10 ثواني، 4 أجزاء من الثانية توقيت الشاهينية أيضا من هجن العاصفة، التهنية أيضا لحمد بن راهد بن حمد بن غدير، 6 دقائق 10 ثواني 6 أجزاء.